السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سندلت؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حبايبي. ان شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الاول في الوحدة الحداشر من كتاب بيت باي بيت. وقبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. ونبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان الوحدة: هاو تول از ات، كم يبلغ طولها؟ هاو تول از ات. بعد كده مخلوقات بحرية: سي كرياتشر. حصان البحر: سي هورس. حصان البحر: سي هورس. سي اس اي اي زي ما احنا متعودين بنقسم الكلمة سي اس اي اي هورس اتش او ار اس اي سي هورس. نجم البحر: ستار فيش اس تي اي ار فيش اف اي اس اتش ستار فيش. اخطبوط: اكتوباس او سي تي او بي يو اس اكتوباس. سمكة البلطي: تيليبيا تي اي ال اي بي اي اي تيليبيا. قنديل البحر: جيلي فيش جي اي ال ال واي فيش اف اي اس اتش. سمكة: فيش اف اي اس اتش. ثعبان البحر: سي سنيك. سمكة القرش: شارك. غواص: دايفر دي اي في اي ار. غابة: فورست اف او ار اي اس تي. بحر: سي اس اي اي صحراء. ديزرت دي اي اس اي ار تي. كمان مرة مخلوقات بحرية: سي كرياتشر. حصان البحر: سي هورس. ستار فيش. اكتوباس. تيليبيا. جيلي فيش. فيش. سي سنيك. شارك. دايفر. فورست. سي. ديزرت. يقيس: ميجر. ام اي اس يو ار اي. يقيس: ميجر. البحر الاحمر: زاريت سي. other words كلمات اخرى: كم طول؟ يعني بنقيس الطول بالرأسي. يعني ايه رأسي؟ يعني وانا واقف كده. ده اسمه هاو تول. كم طول رأسي؟ هاو تول هاو اتش او دبليو تول تي اي ال ال. كم طول افقي؟ يعني بنقيس الحاجة وهي نايمة على الأرض كده. How long how h o w long l o n g. رائع. Fantastic f a n t a s t i c. Fantastic. متر: meter m e t e r. سنتيمتر: سنتيمتر.
سنتيمتر. سي اي ان تي اي تي اي ام اي تي اي ار سنتيمتر. بعد كده عندي لانجويج فانكشنز، الوظائف اللغوية، بقول لي هاو لونج وهاو تول. زي ما احنا قلنا هاو تول بنقيس بيها بشكل رأسي، يعني ايه؟ وانا واقف الانسان بقيسه وهو واقف، ده اسمه بشكل رأسي. اما لما اجي اقيس حاجة تانية زي سمكة مثلا وهي نايمة على الارض بقيسها، ده اسمه طول افقي. يبقى الطول الرأسي بشكل عمودي او بشكل رأسي، اما الطول الافقي اللي هو بشكل يكون ايه على الارض. زي هنا بيسألني بيقول لي هاو طول از ذا دايفر، كم طول الغواص؟ هي از 1 متر، يعني متر واحد، 70 سنتيمتر و70 سنتيمتر طول. هي از 1 متر 70 سنتيمتر طول. طيب هاو لونج، كم طول؟ بس ده طبعا بشكل ايه؟ افقي. هاو طول از ذا تيليبيا، كم طول سمكة البلطي؟ هيجاوب عليا ويقول لي اتس، والرقم بتاعها سنتيمتر. يعني مثلا لو هي 40 هقول 40 40، او اقول اتس 40 سنتيمترز لونج الطول. يبقى عندي الطول بشكل رأسي طول نستخدم معاها طول بشكل رأسي، اما بشكل افقي بنستخدم هاو لونج. يبقى باجي اقيس الطول بشكل رأسي بقول هاو طول، اما بشكل افقي يبقى هاو ايه؟ هاو لونج. بعد كده بقى عندي التاب سكريبت. تاب سكريبت نص الاستماع. نمبر 1 بيقول لي هو از ذات مان، من ذلك الرجل؟ رد عليه وقال له ذاتس ا دايفر، هذا ايه او ذلك ايه؟ غواص. هذا غواص. ذاتس ا دايفر. ذا دايفر از ميجرينج ذا سي كرييتشر، هذا الغواص يقيس المخلوقات البحرية. هاو تول از ذا سي هورس، كم طول حصان البحر؟ يبقى هاو تول يعني بيقيس الطول ايه؟ بشكل ايه؟ رأسي. رد عليه وقال له اتس نوت فيري تول، انه ليس طويل جدا. اتس اباوت 30 سنتيمترز طول، يعني طوله حوالي 30 سنتيمتر. فسأله سؤال بعد كده قال له هاو لونج از ذا فيش، كم طول هذه السمكة؟ يبقى هاو لونج بشكل ايه؟ بشكل افقي. رد عليه وقال له ايه؟ اتس 1 متر، اتس 1 متر 40 سنتيمترز لونج، انها متر واحد واربعين سنتيمتر. رد عليه في الاخر وقال له اي لاف بينج ان ذا ريد سي، احب ان اكون في البحر الاحمر. اتس فانتاستيك، انه امر ايه؟ رائع. بعد كده نص الاستماع. طبعا نمبر 1 هو حللها لي، بيقول لي ذا سي شور از 25 سنتيمترز طول، يعني طول حصان البحر 25 سنتيمتر. نمبر 2 بيقول لي ذا دايفر از، الغواص بيكون طوله 1 متر، يعني متر واحد 70 سنتيمترز طول و70 سنتي. نمبر 3 ذا سي سنيك، ثعبان البحر از 1 متر 40 سنتيمترز لونج، يعني طوله 1 متر و40 سنتيمتر. ذا تيليبيا از 20 سنتيمترز لونج، طوله 20 سنتيمتر. نمبر 5 ذا جيلي فيش از، قنديل البحر از 20 سنتيمترز لونج، يعني طوله بشكل افقي 20 سنتيمتر. اند 60 سنتيمترز طول، وطوله 60 سنتيمتر بشكل ايه؟ بشكل رأسي. يبقى 20 سنتي بشكل افقي و60 سنتي بشكل رأسي.
بعد كده بيقول لي ذا شارك از سمكة القرش طولها 150 سنتيمترز لونج، يعني طولها 150 سنتيمتر طول. بعد كده بيقول لي listen and number، استمع ورقم. number one، عند الصورة number one، الصورة الأولانية هنكتب فيها number three اللي هي star fish. بعد كده fish سمكة number five. بعد كده octopus number four. بعد كده diver number one. بعد كده seahorse number two. بعد كده بقول listen and complete، استمع وأكمل. how long is the fish، كم طول السمكة. it's 1 meter 40، أول واحدة long اللي هو ان جي. بعد كده meter m e t e r. number 3 بقول لي انسكريبل اند رايت، اعد ترتيب الحروف واكتب الكلمة. اول كلمة عندي دايفر دي اي في اي ار. الكلمة التانية number 2 octopus O C T O B U S. بعد كده تيليبيا T I L A B I A. بعد كده شارك S H A R K. بعد كده بقول له رايت ذا ميسنج ليتر، اكتب الحروف الناقصة. نمبر 1 جيلي فيش جي اي، طبعا ال ال ناقص حرف ال L وال L. بعد كده دايفر ال D وال I. بعد كده سي هورس ال E وال ال E وال O. بعد كده ستار فيش ال R وال S. وبكده يا حبايبي نكون انتهينا من شرح الدرس الأول في الوحدة 11 من كتاب بيت باي بيت للصف الثالث الابتدائي. ما تنسوش تدعمونا باللايك، لأن اللايك بيفرق معانا جامد، وهو اللي بيخلينا نكمل معاكم شرح الدروس وحل الامتحانات. وأسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.